نجحت ببعض ذلك الأسئلة على المدرسي على الترسي أيضا، يعني أنني أتم قري وارجع. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني، الأنفعة المحرمة. ما لو نفتح باب هذا ما أنجح أنجح، عبارة عن بني جوب على ورقة ويدخلن ثنتان ورقة. هذا الذي من تجاهي من ذلك الذي عديجان من الأبواب، عديجان ثانية من الأبواب. الفصل الثاني، الأنكحة المحرمة. قال المؤلف: ونكاح المتعة منسوخ. أجمع علماء السنة وعلماء الزيدية إلى أن المتعة أصبحت منسوخة. المتعة هو أن يتزوج الرجل بالمرأة من غير أن يحتاج إلى ولي، ومن غير أن يحصل عليه إلزام، يعني مش بالطلاق، ما يطلقهاش في المتعة. بعض الطلبة بيغلطوا حينما نسألهم عن المتعة، يقولوا النكاح المؤكد بمدة، فإذا مضت المدة طلقها. ماشي، المتعة هو العقد بامرأتين لمدة سنة أو 16 أو شهر أو شهرين أو يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين، ثم إذا انقضى الوقت كل واحد يرحل، تنتهي الاتفاقية أو المعاهدة أو غيره. وأما أنه يحتاج إلى طلاق فلا يحتاج إلى طلاق. المتعة كانت موجودة في أول الإسلام، ثم جاءت الأحاديث الصحيحة تقول بأنه منسوخ، إلا أنه في أول الإسلام كان ضرورة. ولكن العلماء الجعفرية لا زالوا عليها إلى الآن. أما الجماهير من العلماء وهم الزيدية والحنفية والمالكية والحنفية والحنبلية وغيرهم من الظاهرية وغيرهم، فهم يقولون كتب الشيخات، لأنه النصوص تلت على النسخ أولا، وثانيا لأن فيه تحجير للمرأة كأنها سيارة، مثل ما يستأجروا السيارة، هذا هو انتهاك لحرمة المرأة. هذا لأن العقد النكاح مقدس، لأن تصبح ربة الأسرة وتصبح ذات عائلة وتصبح مشرفة، عقد مقدس. أما هذاك في اتفاقية مثل ما يكروا السيارة أو يكروا البيت، فإذا خرج الشهر قالوا اخرج من البيت حقي، بس كل واحد يرحل، هذا امتحان للبراءة. ولكن البراءة الجعفرية لا ندري هل قامت يعني واحتجت على هذه التصرفات. أما المثقفين فقد وجدنا أولاد العلماء الجعفريين الصغار الشباب، فعني قالوا هذا منافي للإنسانية، وأيضا يضيع الأولاد، لأنه كل يوم بيتمتع، صار لندن وتمتع بمرأة، صار موصل وتمتع بمرأة، صار في كل بلد وما هو، والعيال هذا يضيعوا عليه، يشتري بني أيضا فيهم بني فيهم بني إلى آخره. وقد سمعنا أن بناس تمتعوا في إيطاليا وولد لها ولد وشلوها الكنيسة على رفقة الكنيسة، وقلبوه مسيحي لأن أبوه ما سر شتي ولا شيء، ثم مات أبو حانة وهذا الولد دخل الكنيسة. يعلم الله دحين كم قد عمره، يمكن قد عمره يقول الآن 37 سنة أو 38 سنة. والتحليل حرام. إذا واحد تزوج بإمرأة ثم طلقها طلاقا بائنا بينونة كبرى، أي أنه طلقها ثلاث مرات متخلة الرجعة، وقال يريد أن يتزوج بها بجديد وهي تريد أن تتزوج به بجديد، سألوا قالوا، قال الله سبحانه وتعالى: حتى تنكح زوجا غيره.
صاروا دعوا واحد وطولوا 1000 ريال وقالوا يخطب فلانه وتزوج بها، ثم بعد ذلك طلقها واحنا نجي نتزوج. وقالوا لها اجي يتزوج مدة يوما فلا ثم يطلقش ونردش وتعتدي منه وترجعي الى الاول. نقول هذا تحليل، والتحليل محرم، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد لعن المحلل والمحلل له، وسمى المحلل التيس المستعار، مثل ما الرعوي حينما يستعير التيس لأجل المعزة أو الكبش لأجل الشاه أو الثور لأجل البقرة تلقح لأجل تولد، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، وقال لعن الله المحلل والمحلل له، فلا يجوز التحليل. فمن عرفنا أنه تزوج لأجل يحلها لفلان ثم يطلقها فنقول وجود هذا الزواج وعدمه على السواء، لا بد أن تتزوج برجل آخر، هذا الرجل آخر مصادفة أنه تزوج به، مصادفة أنها ما ستت شوية طلق فردين هذا الأول. أما أنه بقصد التحليل فهو حرام، وأيضا يشترط الدخول، فإذا جاء رجل خاطب المرأة وعقد له بها ولكنه لم يضعها ولم يتصل بها ثم بعد ذلك طلقها فلا يصح أن ترجع إلى الأول. قالوا لكن ما بش مانع ترجع إلى الأول، لأنهم شو محلل، هو زوجها مصادفة وطلقها مصادفة. نقول له لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد شرط أنه لا بد أن يضعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي طلقها زوجها واسمه رفاعة فتزوجت برجل اسمه الزبير، قال فقالت يا رسول الله هذا زوجي ليس له قوة في الباءة، إن معه شيء إلا كهدبة الثوب، عبارة عن البقرة أنه مسترخي ليس فيه قوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبين أن ترجعي إلى زوجك الأول رفاعة؟ قالت نعم، لأنني قد تزوجت بالزوج الآخر هذا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني لا بد من أن يضعك، لا بد أن يحصل الجماع فيما بينك وبينه، تذوق كناية عن الاتصال الجنسي. قوله لا حتى تذوقي، يعني حتى تتلذذي بالوطء ويتلذذ بالوطء هو، وليس مشتكا من شهر العسل كما توهم بعض الشباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم من شهر العسل وأنه ليس ببدعة. هذا شهر العسل جاء لنا من أوروبا لأن النصارى كانوا يأتون للعروس والعروسة بعسل يأكلوه في مدة هذا الشهر فسموه شهر العسل، والمسلمون يقلدوا كل من حب من دب وهب فدبوا لأن قاعدة الدولة الشعب الضعيف يقلد الشعب ما مش للتخلمة. هذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الاتصال الجنسي، فإذا تزوج الرجل بالمرأة هذا ولم يكن قاصدا التحليل وإنما قاصدا الزواج ثم
أنه طلقها قبل أن يتصل بها وتريد أن ترجع إلى الزوج الأول الذي كان قد طلقها 3 مرات متخللة الرجعة، فلا يجوز، لابد أن يكون قد وضعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال المؤلف وكذلك الشغار، يحرم الشغار. الشغار هو كان من أحد أنكحة الجاهلية. هذا الرجل يقول زوجتك بابنتي فلانة على أنك قد تزوجني بابنتك فلانة وليس بينهما مهر، وليس بينهما مهر أبدا، إنما بضع أحداهما مهر للأخرى، أي فرج إحدى البلد تكون مهر الأخرى والعكس، وهذا حرام في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا شغار في الإسلام، لا بد من تسمية البحر، لا بد من تسمية البحر. أما إذا قالوا بضع إحداهما يكون مهر الأخرى فهو، فإذا صادف وجو قالوا لنا فلان زوج بابنته بفلان على أن وهو يزوجه ببنت فلان أو أخت فلان على أن إحداهما يكون بضعها، يكون بضعها مهرا للأخرى، ما هو هذا؟ نقول هذا هو الشغار. فإن قال هل هو حرام أو حلال؟ نقول هو حرام إجماعا. فقيل فإذا قلنا ما رأيكم هل نسمي المهر ذا الحين ونلفى بالعقد هذا الذي قد عقده ونقول 1000 لفلان و1000 لفلانة أو لا؟ نقول قال الجمهور من العلماء أن الشغار حرام وأنه باطل ولا شغار، وكل ما قد كان باطل فهو باطل من عرقه، لكن سيروا تول الفلوس هذا ونعقد من جديد، نعقد من جديد. وقال الإمام أبو حنيفة لا مانع أن يستدركوا ويأتوا بالمهر من بعد ويكتفوا بالعقد الأول، لأن العلة عدم وجود المهر والآن قد وجد المهر. أما رأي الشوكاني ففي بعض مؤلفاته يوافق أبو حنيفة ويقول لا مانع من الاستدراك بالمهر، وفي بعض مؤلفاته قال أنه باطل من أصله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نفى، كأنه قال لا شغار شرعي، وكل ما لم يكن شرعي فهو باطل، فلا بد أن يستعرفوا النكاح عقد النكاح من جديد. ويجب على الزوج الوفاء بشرط البراءة، أي إذا شرطت البراءة شرط لا يحرم الحلال ولا يحلل الحرام، فلا مانع له من أن لا مانع لها بأن تشترط. وإذا قبل الزوج فليس له حق أن يعارض بعد أن قد قبل حال العقد، فإذا قال زوجتك بابنتي فلانة وقد شرطت أنها تواصل الدراسة فليس له أن يمنعها، لأنه هو الجاني على نفسه حيث رضي ووافق، لأن المؤمنين عند شروطهم. إذا قال زوجتك بابنتي ولكن بشرط أنها لا تخرج من صنعاء إلى البادية، فلا، فإذا رفضت أن تخرج من صنعاء إلى البادية لا سمى ناشز ولا تسكت نفقتها، لأنها شرطت أنها تجلس في العاصمة ولا تخرج إلى البادية، وهو الجاري على نفسه حيث رضي بذلك. وإذا قالت المرأة سأتزوج بشرط أنني أبقى رعوية في البلاد
ولا أدخل صنعاء عند الفوضى وعند السيارات وعند الرصدات وعند الأسرج وغيرها. أنا والف أبقى عند الرعوية، عند القضب، عند العناب، عند البلاس، عند الأشياء الذي تربيت عليها. وقال قبلت فليس له حق أن يضغط عليها ويجبرها بالدخول إلى صنعاء. وهكذا إذا شردت أنها لا تخرج معه إلى الخارج، إذا تعين سفيرا أو وظفا بالسفارة وقد شردت أنها لا تخرج من اليمن، فلا حق أن تمتنع إلا إذا استر يقول لها في الخارج سنتعالج، في الخارج سنجد كذا، في الخارج وشجعها. فالبريد سريعة البادرة بسرعة، فسألها توافق وتورق على نفسها أنها وافقت، خلاص بعدها يخرجها للمسته. هذا إذا استطاع، هذه الشروط المباحة. أما إذا شردت أمر محرم وذلك بشرط أن تطلق زوجتك فهو يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن المرأة تطلب زواج طلاق أختها، أما من أختها حقيقة أو أختها من الإسلام، فلا يجوز أنها تضرب الطلاق في الأشياء الذي هي مبلغ أشهر عن ثم تشترط لا يفي بالشرط. أما الأشياء الذي حلال وهي واجبة بشرط أنك تعطيها النفقة التامة، يقول هذا واجب عليك بغير شرط بغير شيء، فنفي به. وأما إذا قد كان شيء محرم فلا نفي به ولا ينبغي أن نشترط ونلغي الشرط. أما إذا كان مباح فاختلف العلماء، فالذي ذهب إليه الشوكاني وهو المعمول به في المحاكم الشرعية أن لها أن تشترط. أما مذهب الإمام الهادي فقال ليس لها أن تشترط الشروط المباحة وأنها تلغى، لكن مذهب الشوكاني وهو المعمول به الآن في هذه المسألة قالوا الشرط أبلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون عند شروطهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشرط أملك. قال المؤلف ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة، والعكس لا ينبغي للإنسان أن يتزوج بامرأة مشركة أو يتزوج بامرأة زانية، كما أنه يحرم على المرأة أن تتزوج برجل قد عرفت أنه مشرك أو قد عرفت أنه زاني، لأن القرآن ينهى عن ذلك، ومن صرح القرآن بتحريمه يحرم على الرجل أن يتزوج بمن كان حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وغيرها مما ورد القرآن في المحرمات. وكذلك قال المؤلف والرباع كالنسب، يحرم على الإنسان أن يتزوج بأمه من الرباع أو بأخته من الرباع أو ببنته من الرباع أو بنت أخيه من الرباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرباع كالنسب، فمن الأحكام الشرعية التي جاء بها الإسلام ولم تعرفها الديانات السماوية كالتوراة والإنجيل وغيرها أن الرباع حكم النسب. أما النصارى واليهود فلا يوجد عندهم مسألة الرباع، فلا مانع لليهودي أن يتزوج بأخته من الرباع، لا مانع لليهودي والنصراني أن يتزوج بأم من الرباع، لا مانع له أن يتزوج ببنته من الرباع. فالدين الإسلامي أتى لنا بأحكام الرباع وقال أنه يحرم من الرباع ما يحرم من النسب، ولم يكن موجود في الأديان السابقة. من الذي سيأتي استفسر الأسئلة؟ هذا الذي بيقوموا ويجلسوا، هل هي في الموضوع نفسه أو عاد ويجي أو لا قد سبق؟ يعلم الله ما هو أين ما سعوا والتو سؤال، وين ما سعوا والتو سؤال.
الاكتفاء الذاتي هو أن يسأل الطالب زميل فيجيبه. وبناء عليه إذا قد كان عندكم اكتفاء ذاتي فكل واحد يسأل صاحبه. وأنا أرحلي مثل ما الموز والبرتقال قالوا الرعوي يزرعه والبدني يشتري ويمنعون عاد يجيش من الخارج. وهذا إذا كنتم اكتفوا اكتفاء ذاتي فكل واحد يسأل زميله وهو يجاوب علي وأنا أترحب وارجع لي. وعليكم السلام. هذا هو الاكتفاء الذاتي. إذا كان امرأة لا أخ من الأم ولديها ابن عم ولكن لم ترضى بل يعقد بها ابن عمها ولم يرضوا يأخذ توكي من ابن العم وقد عمل الأخ من الأم فعقد دون توكيل من العصبة أي الفما حكم العقد هنا. هذا العقد غير صحيح عند الجمهور من العلماء ومنهم الهادوية والزيدية والمالكية والشافعية وغيرهم. لا يكون صحيح إلا عند أبي حنيفة الذي لا يشترط الولي. أما المالكية وأما الهادوية وأما الشافعية وأما جمهور العلماء فيقول هذا العقد غير صحيح. وقد قلنا لهم يكونوا يتحيلوا في قلوا له أنه يرفض فإذا رفض يسير ويعقد الواحد ثاني أو يوكل لابد ما يوكل فإذا بارنش يوكل أو إنفوا ما سألوش هذا قد خربطوا. قال قد تأتي حال الشاذ وهذا المرأة المطلقة والزوج لا يستطيع إلى العيش في الوجود وهم معترفين فهل من الممكن أن يأتوا بمن يحلل الزوجة وينكحها ثم يطلقها في نفس اليوم بالآية؟ وبعضهم من حديث الرسول في هذا المحل ومقصد الطريف فقط. لا حرام لا يجوز أبدا حتى تنكح رجل آخر. هذا الرجل لم يقصد التحليل وأيضا لا بد أن يضعها ثم بعد أن يضعها لا بد من أن تعتد. أما إذا وضعها في اليوم الثاني وطلقها في اليوم الثالث وفي اليوم الرابع تريد أن ترجع إلى زوجها فلا يصح. لا بد من شروط. الأول أنه لا يقصد التحليل. الثاني أنه لا بد أن يضعها. الثالث لا بد أن تعتد حتى ترجع إلى الزوج الأول ولا يحق لها أن ترجع إلى الزوج الأول حتى تعتد حتى ولو لم يكن قاصد التحليل حتى ولو كان قد وضعها فإنه لا بد من العدة. قال والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. لا يجوز للرجل أن يتزوج بإمرأة وعمتها أو إمرأة وخالتها. وبعبارة أخرى لا يجوز أن يتزوج بالمرأة ويجمع بينها وبين ابن أختها بنت أختها أو بنت أخيها. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك وقال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. أي لا يتيش البنت عند عمتها ولا البنت عند خالتها ولا يتي العم عند بنت أخيها ولا الخال عند أختها. هذا لا يجوز. لكن إذا أراد أن يتزوج من أخت فلا مانع له أن يطلقها. فإذا انقضت عدتها تزوج بأختها ولا يجوز له أن يجمع بين مرأة وأختها ولو كان إحداهما في العدة لأن في العدة لا تزال تحت سلطة
الأول لأن العدة هذه محبوسة في الزوج الأول، فلا يجوز له على الزوج أن يتزوج بالعمة أو بالخالة حتى تنقضي عدة الأولى، وقد وقعت غلطه في قبل هذا البتين في قبل شهر أو شهرين، اتصلت بي امرأة وقالت أنه طلق فلانة، طلق امرأة ثم تزوج في اليوم الثاني بالضبط بأختها، فقلنا هذا حرام، هذا حرام لا يجوز، بل يجب الآن أن يفارقها وتعتد منه ثم بعد ذلك يتزوج بالأولى أو بالثاني من جديد. أما أنه يتزوج بالمرأة في عدتها فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يتزوج بالمرأة ولا تزال أختها تحت عدتها. ولهذا يقال في باب المعاية، يقال متى يجب على الرجل أن يعتد؟ نقول يجب عليه ولا يسمى عدته، لكن شبه عدته، نقول يجب عليه الانتظار إذا أراد أن يتزوج بامرأة وقد طلق أختها ولم تنقضي عدتها، فلا بد أن يعني ينتظر ثم يتزوج بها، ما يسمى عده، يسمى بالنسبة إلى الرجل يسمى انتظار. قال وما زاد على العدد المباح، يعني لا يجوز للرجل أن يتزوج زيادة على الأربع النساء، فإذا أراد أن يتزوج بامرأة خامسة فلا بد أن يطلق واحد من الأربع ثم ينتظر حتى تكمل عدتها، فإذا كملت عدتها تزوج بالخامسة. أما أنه يتزوج بالخامسة ولا تزال الأولى باقية في عدتها فلا يجوز، وهذا أجمع العلماء إلا شردبة قليلة على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين زيادة على الأربع الزوجة. وقد روي عن بعض العلماء أنهم قالوا يجوز للرجل أن يجمع بين تسع نساء، وهذا هو الذي أقره الجلال في ضوء النهار، وهو الذي رجحه الشوكاني في كتاب وبل الغمى. فإذا قيل لكم هل صحيح أن الشوكاني يجوز أن تتزوج النساء التسع برجل واحد، هل صحيح أن الشوكاني يقول أو هي دعاية كاذبة من الدعايات؟ فقولوا بلى صحيح، ولكنه قد رجع عنه. فأول مؤلفاته هو نيل الأوضار، وقد تكلم فيه أنه لا يتزوج بغير الأربع. ثم في المؤلف الثاني الذي بعده وبل الغمى صرح فيه تصريحا مفصلا بأنه يجوز للرجل أن يتزوج بتسع نساء، وجع في قوله مثلا وثلاث ورباع، أي ثنتين وثلاث وأربع ويجمع بينه فيكون التسع. لكن هذا الرأي الذي قال به في وبل الغلاء قد رجع عنه في الترار في الترار البهية وفي التراري الرضي التراري الرضية وفي كتاب فتح القديم الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ثم رجع عنه في كتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. فالشوكاني قد قال بحقيقة، ولكنه رجع عنه في فتح القديم وفي الترار البهية وفي التراري المضية وفي السيل الجرار. هذه الأربع المؤلفات قد تكلم بهن في بأنه لا بد أن يكون أربع، فهو رجوع عما قاله في
فأول قول لهم أن الزواج يصح إلا الحدود الأربع. وفي المؤلفة الثانية اللي بعده جوز إلى تسع. وفي الطرر البهية الثالث والطرر البضية الرابع وفتح القدير الخامس ووصل الجرار السادس رجع عن ذلك القول الثاني وقال لا يجوز. بقينا العبد. قال بعض العلماء أن حكم العبد مثل حكم الحر، يتزوج بأربع نساء مهما أذن له سيده. وقال بعضهم العبد لا يتزوج إلا بثنتين، والصحيح أنه يصح أن يتزوج بأربع نساء حكم الحر، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ هو أن يكون قد أذن له سيده. فإذا تزوج العبد فلا بد أن تكون زواجه تحت إذن سيده، وإذا لم يأذن السيد فالنكاح باطل. سواء قد كان العبد هذا ستزوج بإمرأة أو بثنتين أو بثلاث أو أربع، لا بد من إذن السيد. فإذا لم يأذن السيد فوجود العقد وعدم على السواء فهو باطل باطل باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا عبد تزوج بغير إذن سيده فنكاحه باطل. وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل. وإذا اعتقت ملكة أمر نفسها وخيرت في زوجها، إذا كانت الأمة قد زوجوها برجل فهي تحت سلطة زوج سيدها مالكها، فإذا اعتقت فلها الخيار، تقول أنا راضي بهذا العقد وبقاء زوجي، ولها أن تقول قد فسخت عقد نكاحي لأنني أصبحت حرة مطلقة. سواء كان الزوج الذي تزوج بها حر أو عبد، لأن العلة أنه تجدد الخيار، لأن بريرة تزوجت برجل اسمه مغيث ثم اعتقت، فقال مغيث يريد أن يجلس عندها وهي رفضت ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيك لو رجعت عند مغيث فهو يحبك؟ فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما أنا شفيع، أما الشريعة فتجوز لك أن تفسخي عقد نكاحك. قالت أما أنا فلا أريده. فبقي يتسكع في شوارع المدينة يريد أن يرجع إليها وهي رافضة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه العباس ابن عبد المطلب ألا تعجب يا عم من حب من بغض برير زوجها وحبه لها مطلقة. قال بعضهم أنه كان عبد والعلة أنه عبد وهي قد أصبحت حرة، وقال بعضهم بل كان حر مطلقة. نقول سواء كان عبد أو حر، العلة هي أنها ملكت نفسها، مثل ما الصغير إذا تزوجت تملك نفسها ولا الحق أن تفسخ عقد نكاحها، كذلك الجارية إذا اعتقت فلا حق أن تفسخ عقد نكاحها مطلقة. سواء كان الشخص الذي ستفسخه والذي هو زوجها، سواء كان هذا الشخص حر أو عبد مطلقة، لأنه سيأتي أن بعض الرواة قال أنه كان عبدا وبعض الرواة قال كان حرا. فنقول سواء كان الرواية الصحيحة أنه حر أو الرواية الصحيحة هو عبد، لا فرق،
لأن العلة هو تجدد الخيار، وليس العلة كونه عبد كونه رد حتى تفسخه. قال: وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها، ويجوز فسخ النكاح بالعيب. يجوز. العيوب ستأتي في كتب الفقه، فقد أطال العلماء فيها. قال بعضهم: لا ينبغي للرجل أن يفسخ المرأة، ولا المرأة أن تفسخ الرجل بأي عيب كان. وقال بعضهم أنه لا مانع له أن يفسخها بأي عيب كان، قياسا على الجارية. إذا اشترى الإنسان جارية ووجد فيها عيب فيجوز له أن يردها. كذلك إذا تزوج بامرأة فوجد فيها عيب، يعني إما كونها برصة أو كونها جذبية أو كونها أي عيب من العيوب، فيردها أي عيب كان. هذا مثل ابن القيم. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا ترد المرأة أو لا يرد الرجل إلا بالبرص والجذم والجنون، بالجنون والجذم والبرص. فبعد أن كشف عند المرأة مجنونة فله حق أن يفسخها ويرجع بالفلوس حقه، وقد استحلت المهر، ولكن يرجع على من غره وزوجه بالمجنونة. كما أن المرأة إذا زوجها برجل وأوصلها إلى عنده وإذا هو مجنون فلا حق أن تفسح عقد نكاحها. والمهر يغرمه الاسم، ما حصل من غرامة فتكون على المدلس والمغرر. هذه مسألة العيوب مذكورة في كتب الفقه، وقد ألف العلماء فيها عدة مؤلفات، ولكن كل مذهب يأتي ببعض العيوب. مع أنه قد وجدت الآن عيوب أخرى غير العيوب البدنية الموجودة في أيام الأولين، وهو الجنون والجذام والبرص، قد وجدت أمراض جديدة: مرض السفليس، مرض الزهري، مرض الطير، مرض الإز إلى غيره، بأشياء الآن معدية أشد من الأمراض هذه، فتحتاج إلى يعني إجتهاد جديد. الجذام والبرص ما هي شيء بالنسبة إلى الأمراض الجديدة المعدية التي تفشت في أوروبا وفي أمريكا، والآن قد دخلت إلى أفريقيا، ويخشى أنها قد دخلت إلى بلاد اليمن. هذه الأمراض الخطيرة، فالعلماء الذي سيؤلفون في هذه الأيام يكونوا يمثلون بهذه الأمراض. والإنس هذا الذي فيه فقد المناعة أحسن مما يأثروا بالبرص. البرص السال شيء عادي بالنسبة إلينا الآن. المرض الخطير هذا مرض الزهري، مرض السفلي، الذي يسمى عندنا مرض الطيب، يعني الذي يعدي والذي يكافحوا ويستطيعوا يكافحوا، لكن الإذن ما استطاعوش يكافحوا. قال: ويقرب الأنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع. تزوج اليهودي باليهودية أو النصراني بالنصرانية ثم جاء واعتنق الإسلام فدرهم عليهم عليه. تزوج وهو متزوج بالأختين وأسلم مع زوجهن، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: طلق واحدتان وبقي واحدة. أما من كان متزوج بامرأة واحدة فلا مانع له أن يبقى وياها. أما إذا أسلم ولم تسلم، أو أسلمت ولم يسلم، واللي في أحدهما الآخر في العدة فلا مانع. أما إذا ما لفيت إلا بعد مضي العدة، أو ما لفي إلا بعد مضي العدة، ولا بد من عقد جديد ومهر جديد. قال: ويقرب من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع.
وإذا أسلم أحد الزوجين أنفسخ النكاح، بمجرد ما يسلم ينفسخ النكاح، وبمجرد ما يسلم ينفسخ النكاح. فإذا لحقت بعده أو لحق بعدها في مدة العدة فلا مانع من ذلك. أما إذا كانت العدة قد انتهت، فلا بد من عقد جديد ومهر جديد. وهذا معنى قوله وإذا أسلم أحد الزوجين أنفسخ النكاح وتجب العدة. أسلمت اليهودية ثم قلنا لها اعتدي من زوجك، صادف أن الزوج عادي في العدة وأسلم فلا مانع له بأن يدخل بها. أما إذا اعتدت وانقضت عدتها ثم جاء وأسلم فنقول إذا كنت تريدها فلا بد من عقد جديد ومهر جديد إن كانت راضية، وإلا فلا. قال وتجب العدة. فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كان على نكاحها الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك. الشوكاني قد قال لا مانع من أن ترجع إلى زوجها ولو قد انقضت العدة، بشرط أنها لم تتزوج بمسلم آخر. أما إذا كان المسلم الآخر يريد أن يتزوج بها فلا مانع له أن يتزوج بها بشرط أن تنقضي عدتها. صادف أسلمت، قال واحد أريد أن أتزوج بهذه المرأة التي أسلمت، نقول لا يجوز لك أن تتزوج بهذه المرأة التي قد أسلمت حتى تنقضي عدتها من الزوج الأول الكافر. فإذا أنقضت عدتها لا مانع للمسلم أن يتزوج بهذه التي قد أسلمت بعد انقضاء عدتها من الكافر، ولا حرج عليه. فإذا جاء الزوج الأول الكافر وأسلم وجاء وقد تزوجت بهذا المسلم فلا حق له في المطالبة بها. أما إذا أسلم وجاء ولم تكن قد تزوجت بأحد فلا مانع له بأن يرجع إليها ولو بغير عقد جديد ولو قد انقضت عدتها كما سيأتي، لأن بعض العلماء يقول لا بد من عقد جديد ومهر جديد، وبعض العلماء يقول لا مانع من ذلك. وقد جاء في كتب السيرة وفي كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد زوج ابنته زينب رضي الله عنها بابن خالتها أبو العاص ابن الربيع. تزوج بابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب. ثم جاء المشركون يقولون له تارك بنت محمد لأنه والدها دينه مخالف لديننا. قال والله لن أفارقها حتى هو الذي يضرب المفارقة أو هي تضرب المفارقة، أما إلى الآن لم يضرب ولم تضرب فلا أفارقها. ثم بعد ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
إلى المدينة وبقيت ابنته زينب عند زوجها أبو العاص بن الربيع ولم يهاجر ولم يسلم، وهي أيضا لم تهاجر وهي على الفطرة مسلمة، يعني لأنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد نزلت الآية التي تحرم على المسلمة أن تتزوج بالكافر في مكة. ثم لما جاءت السنة الثانية من الهجرة كان من جملة الأسرى الذين خرجوا مع قريش ليحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم أبو العاص ابن الربيع، هربت من جملة الأسرى الذين سيفادونهم من مكة، فأرسلت زينب بنت أبي العاص التقطع أو الحلية التي لها لتخارج زوجها أبو العاص ابن الربيع. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحلية قال: هذه الحلية ليست ملكا لزينب، إنما هي ملكي أنا، ولكنها أعطيتها خديجة، ثم خديجة أعطت بنتها عبارة عن عارة وليست ملكها، فاضغطوا زوجها واضغطوا عليه حتى يجي أقاربه وعصبته يخارجوا أو تطلقوه مجانا. قالوا: سنطلقوه مجانا احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم وتقديرا لأنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم. فأطلقوه مجانا، فدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: قد أطلقك المسلمون مجانا، فاذهب وارجع إلى مكة، ولكن بشرط أن ترسل ابنتي زوجتك زينب. فلما وصل إلى مكة قال لزينب: قال والدك أن ترجعي إلى المدينة. فرجعت إلى المدينة وأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يأتي بها، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت في بيت خاص هي مسلمة وزوجها كافر في مكة. ثم بعد نحو 3 أو 4 سنوات ذهب زوجها من مكة إلى بلاد الشام ليتجر، والطريق هي الطريق ما بين البحر الأحمر وما بين المدينة المنورة إلى بلاد الشام هي في الوسط، يستطيع المسلمون أن يتقطعوا للمشركين أهل مكة عند ذهابهم إلى بلاد الشام أو عند رجوعهم من بلاد الشام. فذهبوا فألقوا القبض على أبو العاص بن الربيع، فلما سمع أنهم قد يلقوا القبض على أصحابه هرب وفر، لكن ما استطاع شيء فر سلامك، ما فر إلا ودخل المدينة. فلما وصل إلى المدينة فارا يخشى أن يلقى عليه القبض، سأل أحد المهاجرين يقول له: أين بيت زينب بنت محمد؟ قيل له: هذا بيت زينب. فتك عليها في الليل فقالت: من الطارق؟ قال: أبو العاص ابن الربيع زوجها. قالت: ادخل. فأدخلته قال: أمنيني. قالت: أنت آمن وسأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر المسلمين أنك آمن تحت جواري. فخرجت تصلي صلاة الفجر، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلاة الفجر قامت زينب فقالت: أيها المسلمون، أما بعد فقد أجرت أبو العاص ابن الربيع فأجيروه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسمعتم صوت زينب؟ قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أعرف أن زينب يعني دخل عليها
وأمنته إلا في هذه اللحظة. قال قد أمنتموه؟ قالوا قد أجرنا من أجارت زينب. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: متى وصل أبو العاص بن الربيع ابن خالتك وزوجك؟ قالت: في آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عبد ذلك على شرط أن لا يقربك، لأنه أصبح كافر وأصبح كافرا وهي مسلمة، وقد جاءت الأدلة أخيرا في المدينة بعدم جواز المسلمة أن تتزوج بالكافر. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مانع من أن تجيري ولكن لا يقربك. ثم بعد ذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم: أتسلم؟ قال: لا، إن تريد أن ترد بضاعتي رديتها وقد ذهبوها، وإلا فلا. فردت بضاعته احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها ورجع إلى مكة. فلما وصل إلى مكة سلم كل وديعتين إلى صاحبها، ثم قال: يا معشر قريش، أشهدوا أنني قد أسلمت، فأشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قيل له: ما لك ما تسلم وقد كنت عند محمد وقد قال لك تسلم؟ قال: أخشى أن تتحدث قريش بأنني إنما أسلمت حبا في أخذ أموالهم، أرجعت كل مال إلى صاحبه والآن أسلمت. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلما، فرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجته زينب بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى زوجها. اختلفت الروايات هل رده بعقد جديد أو لا بالعقد الأول. والرواية الصحيحة التي صحها الشوكاني وابن القيم أنه ردها بالعقد الأول ولم يجدد عقدا جديدا، لم يجدد عقدا جديدا. فشاهد في هذه القصة التي ذكرت لكم من دانا كان تزوج أبو العاص بن الربيع ببنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أرجعها النبي صلى الله عليه وسلم بالعقد الأول. وهذه القصة هي دليل الشوكاني في قوله: وإن أسلم ولم تتزوج المرأة كان على نكاح ما الأول ولو طالت المدة، لأن أبو العاص بن الربيع ما وصل إليها إلا بعد مدة، ولو طالت المدة إذا أختار ذلك. فدليل الشوكاني هذه القصة. إلى هنا، وصلى الله وسلم على محمد وآله. هذا لا بد الأسئلة، ويحفظ كل واحد منكم ويفرز ما كان مكرر، ويفرز ما كان خارج عن الموضوع، ويجمعها إلى يوم آخر. إلى هنا.